عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة عن سعادته بالمشاركة في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة واسعة من مختلف فرسان العالم لمسافة 120 كيلومتر. وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الجواد الغالي في السباق بمشاركة الفريق الملكي للقدرة والعديد من فرسان مختلف دول العالم. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه المشاركة تأكيد على التواجد البحريني في مختلف السباقات العالمية، مبديا سموه فخره واعتزازه بالمشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قائد الأمة الإسلامية. وقال سموه إن السباق شهد تنافسا قويا بين كافة الفرسان في دلالة واضحة بأن المشاركة جاءت مميزة من مختلف الفرسان المميزين الذين يمتلكون إمكانيات عالية. وأشار سموه إلى أن التنظيم المثالي للبطولة يؤكد القدرات العالية والكفاءات المميزة التي يمتلكها الاتحاد السعودي للفروسية والذي كان الجهة المنظمة للسباق بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقدرة، مؤكدا سموه أن التنظيم الرائع للسباق يعتبر باكورة لاستضافة بطولات عالمية كبرى في الفترة المقبلة. وقدم سموه كل الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة العليا للسباق على حفاوة الاستقبال والضيافة. هذا والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. كما التقى سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، حيث تبادل سموه الحديث مع الأمير فيصل بن سلمان حول منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة ومدى إعجاب الجميع بالمستوى التنظيمي الذي شهدته المملكة العربية السعودية للسباق وتأكيدها على تحقيق العلامة الكاملة في التنظيم. يذكر أن السباق قد انطلق في ساعة مبكرة من الصباح بمشاركة واسعة من الفرسان الذين يمثلون 12 دولة من دول العالم.